أغلب ما يدور عنه الحديث في هذه المباراة؟ في مفاوضات مع لاعبين كثير، يعني ما أقدر أذكر اسم واحد، لأن يعني الحمد لله مفاوضاتنا دائما سرية، وممكن تطلع أشياء من أندية أخرى لكي يعني تدخل في المفاوضات ولهذا، لكن ما أبغى أذكر أسامي لاعبين قاعدين نفاوضهم. اسموكم ذكرت العديد من الأسماء في الصحف، عمر الغامدي، خالد عزيز، وليد عبد ربه، الكثير من الصحف ذكرت بأن نادي النصر الآن يعني في صدد التعاقد معهم خلال الفترة الثانية على سبيل الإعارة أو على سبيل الانتقال، يعني هل هذه الأمور صحيح؟ يعني من زي ما جاوبتك من شوي ما راح أذكر أنه صحيح أو غير صحيح. طبعا أولا فترة تسجيل في 1 جانوري، إذا في مفاوضات في مفاوضات رسمية، حنا الحمد لله دائما ما هي رسمية مع قصد الإدارة، ما نتفاوض مع اللاعب وهو عقده ساري مع الإدارة، لأن نتبع الطرق القانونية دائما. سموكم يوسف الموينع، يعني ذكرت عبر وسائل الإعلام أنه وجد تجاهل من إداري نصراوي تقريبا بعد إصابة طال عمرك، يعني إيش يعني لماذا تجاهل للاعب كيوسف الموينع؟ أبدا ما في تجاهل لأي لاعب من نادي النصر، كلهم أبناء نادي النصر،